يا رعي كيف لا سويت في الجالة احرص على صبته لكيف نقعد ثم قدم اهل الكريم وعمدة الحالة يستهلا من يمينك يا مالجواد يا رعي كيف لا سويت في الجالة احرص على صبته لكيف نقعد ثم قدم اهل الكريم وعمدة الحالة يستهلا من يمينك يا ابن الاجوادي شيخ المراجم سعود المدح يزالا نايم محلة في شاب صبح العيان الضيف يضحك ودايم مشن حبالا فيها الجواب الطبيعة شيء عدال شيخ المراجل سعود المدح يزهالة دايم محله يشابه صبح العياد للضيف يضحك ودايم مشرح باله فيها التواضع طبيعة شي معتاد هذا الشهد يخبعي فوق من زاله في راسي قمة جبل ما ينزل له